السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير وسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين جدد. منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية لشركة هفال، عندهم ثلاث أنواع، وقد جربت لكم الهفال الH9 وفي مقطعين، وفي الهفال الH6. قبل لا أبدأ وأستعرض لكم السيارات، في مسابقة وفيها توزيع جوائز بمناسبة وصول 800,000 مشترك. أدري أني تأخرت عليكم، لكن كان ودي أجيب لكم أكبر عدد من الجوائز. قدموا لكم هفال 30 جائزة، 4 أجهزة جوال آيفون و6 سماعات لاسلكية حقت آيفون، و20 ساعة، 10 ساعات رجالية و10 ساعات نسائية. والسؤال جدا بسيط وفي شرطين بعد تعتبر سهلة، بستعرض لكم السيارة الحين على السريع، وآخر فيديو راح أسألكم السؤال اللي راح يكون عليها السحب الجوائز 30 جائزة. بنفس الفيديو راح يكون فيه السحب. وخلونا الحين استعرض لكم الهافال. الهافال يجي بثلاث فئات، ستاندر 99,400، طبعا هذه الأسعار كلها شاملة ضريبة. الفئة النصف اللي تجي فيه فتحة سقف 114,000، والفل كامل اللي يجي فيه سقف بانوراما 119,000. طبعا أنا مجرب ومفصل لكم وصور لكم بالتفصيل، بحط لكم الرابط تحت. عندهم حاليا عرض شهر سبتمبر، العرض تظليل من زيبارت مجانا، صيانة مجانية لمدة سنة كيلو مفتوح، زايد خدمة على الطريق مجانا لمدة 5 سنوات. هذا الهافال الH9 اللي يجيك 4 سلندر تيربو بقوة 250 حصان، وباخذ لكم على السريع. طبعا جربت لكم بالنفوذ وخط وكل شيء. الجنط مقاس 18، مقابض الابواب جاي كروم، وهذا شكله من وراء. اسطبات الايدي. طبعا متوفر عندهم اغلب الالوان. وخلونا نشوف الصف الثاني. تخشيب مراتب جلد وفيه مساج. طبعا اول ما طلبت التجربه السياره هذه قلت لهم ابغاها 3 أيام 4 أيام، بعد ما عجبتني سواقته والراحه قلت ابي شهر، وجلس معي شهر. وهذا جهه السواق. زر تحكم بالنوافذ، قفل المركزي، ومثبت سرعه. طبعا باخذ لكم على السريع، ليش؟ لاني مصور لكم بالتفصيل، وبحط لكم الروابط كلها تحت بالوصف. طبعا متوفر عندهم اكثر من لون، الفضي والابيض والعودي اللي راح نشوفه، في عندهم اكثر من لون. والحين نجي للهافال الH6. الهافال الH6 راح يتوفر منه 4 فئات. ستاندر راح نشوفه وصوره لكم الحين، هذا هو اللون الابيض. راح تبدا الاسعار شامل الضريبه 66,800، وعندك النصف فل ب 72,000، وعندك الفل بس بدون بانوراما ب 78,400، والفل راح يكون 83,655 ريال شامل الضريبه. هذا يعتبر اعلى فئه، وهذا قد جربته لكم، كان لونه ازرق. يتوفر منه 4 فئات، 4 سلندر بحجم 2000 وتيربو. هذا الفل كامل، يجيك سقف بانوراما وجنط 19 ومكحل باللون الرمادي. صرفية الوقود نفس صرفية الوقود حقت ستاندر، ومخارج الشكمان جاية بحجم كبير و4 مخارج. هذا شكله من ورا كتصميم، تصميم عصري. والسلة اللي جاية فوق باللون الفضي. خلونا اوريكم الصف الثاني. بيجيك مراتب جلد، تكاية بالنص، ومخارج مكيف، وهذا سقف بانوراما. طبعا دخول ذكي جهة السواق والراكب. زر التحكم منه بنوافذ، قفل مركزي، وكرسي كهرب، وذاكرة تخزين مراتب. هذه المراتب الداخلية راح يكون شاشة للفل، راح يكون شاشة. طبعا عندك زر التحكم دركسون وثبت سرعة، والشاشة الوسطية، هنا الجير، وهنا وضعيات القيادة، جرانت كهرب والأوتو هولد. هذه واضحة لكم. وهذا ستاندر، هذا ب 66,800، بيجيك بدون فتحة بدون سقف بانوراما، بس جنطه يعتبر جميل صراحة.
شوف حجم الجنط راح يكون أصغر. خلو أوريكم الداخلية. طبعا صرفية الوقود مثل ما قلت لكم الماكينة 2000، هذا موديل 2020، مشيك اللتر 14.2، بنزين 91. وهذه الداخلية دخول ذكي طبعا. هذا الطبلون يزر التحكم بالدركسون والشاشة اللي جاية بالنص. طبعا هذا مثل ما قلت لكم مصوره لكم بالتفصيل وشارحه الفل كامل، بحط لكم الرابط تشوفونه تحت. هذا الطبلون من ورا طبعا فيه مخارج مكيف وعندك فيه تكاية بالنص. وهذه الشنطة جاية قطعة واحدة، مساحة تعتبر كويسة على حجم السيارة، وتقدر بنفس الوقت تصفط المراتب تعطيك مساحة أكبر. هذا سبير والعدة، بحط لكم هنا رابط الفل تشوفونه، نجربوه مصورة لكم بالتفصيل. وهذا شكل المرأة. طيب نجي الحين للنوع الثالث، هم عندهم متوفر ثلاث أنواع، الـ H9 اللي شفناه بأول شيء، والـ H6 والأصغر حجم اللي يعتبر هو كروسوفر الـ H2. هذا موديل 2020 ينزل منه فئة واحدة اللي هي الفل كامل، سعره شامل الضريبة بـ 63,700. خلوا بستعرض لكم على السريع، هذا الواجهة الأمامية، كشف الضباب، ولد نهاري. وهذه المواصفات، حجم الماكينة 1005 وقوة الأحصنة 150 حصان. ثبت الشاشة. وهذا شكله مع الجنب. جايك لونين، اللون الأبيض اللي فوق الأزرق. صرفية الوقود، هذه صرفية الوقود. مشيك اللتر 13.7 والبنزين 91. وهذه جهة السواق، التخشيب اللون بني، زر التحكم اللي هو بالنوافذ، مراتب جملي وكرسي كهرب. وهذا الطبلون، زر التحكم دركسون مع مثبت سرعة. طبعا إذا عجبكم الموتر قولوا لي صوروا لكم بالتفصيل أو أجربوا. جرنط كهرب وفتحة. بالنسبة للصف الثاني، هذا الصف الثاني، تخشيب على جميع الأربع أبواب. وهذا الطبلون من وراء، وعندك التكاية اللي بالنص محامل أكواب. طبعا يعتبر كروسوفر أصغر من الـ H6. هذا شكله الأبواب مفتوحة. وراء عندك مخرجين شكمان وحساسات خلفية. هذه الشنطة جاية بحجم كويس، على حجم السيارة يعتبر حجم كويس، وتقدر تصفط المراتب بعد. اي خلي شغل، وتقدر تصفط المراتب عشان تعطيك مساحة أكبر. هذا شكله من ورا. هذا شكل الطبلون باللون الأزرق، والإضاءة الأنوار جاية بالأزرق اللون الفاتح. وهذا الشنطة. طبعا متوفر عندهم اغلب الالوان، ويجيك بعد لون واحد زي هذا، بيجيك زي اللون هذا مثلا كامل لون فضة. فئة واحدة حاليا اللي تنزل 2020، فئة واحدة للH2. وبس سلامتكم خلصنا. الحين نجي للسؤال، السؤال جدا سهل وركز معي، كم نوع متوفر عند شركة افال؟ كم الانواع السيارات اللي عندهم؟ مو الفئات، الانواع كم نوع؟ وانا ذكرت لكم كم نوع قبل شوي بداية الفيديو. هذا السؤال طبعا الجواب تكتبه تحت بالتعليقات، تقول عدد انواع السيارات الموجوده عندها فال الرقم كذا، تكتب كذا، مو بس ترك تكتب الرقم، لا اكتب عدد السيارات الموجوده عند شركه فال رقم كذا. نجي الحين للشروط، الشروط شرطين. اول شيء انا ودي صراحه اللي هو كان مفتوح، لكن هم طلبوا مني الشركه انه يكون اللي ياخذ الجائزه موجود بالسعوديه، سواء مقيم او سعودي، يعني محصوره المسابقه على اللي موجودين بالسعوديه سواء سعودي او مقيم. وان شاء الله مستقبل المسابقه الثانيه راح اخليها ان شاء الله على مستوى الخليج او الشرق الاوسط، لكن هالمره اعذرونا. طيب نجي الحين للشرط الثاني، الشرط الثاني لازم تتابع حسابات شركه افال. اذا عندك حساب باليوتيوب تتابعهم باليوتيوب، انستغرام انستغرام، تويتر تويتر، وبحط حساباتهم كلها تحت بالوصف. بس هذول الشرطين، الشرط الاول اللي ذكرته لكم والشرط الثاني. واي تحديث للمسابقه راح اكتب انا بالتعليقات اللي تحت، راح اكتب تعليق وراح اثبت التعليق. اي تحديث او تغيير بالوقت او اضافه اشياء راح اكتبها لكم تحت بكلامي مثبت.
طبعا راح تكون مسابقة لمدة 4 أيام، نستقبل أجوبتكم، بعده راح أقفل التعليقات وبعدين نسوي السحب بإذن الله. بس كان ودي أجيبكم جوائز أكثر من كذا، لكن هذا اللي قدرت عليه، لكن الجيات أكثر بإذن الله. ويلا على بركة الله، اكتبوا الجواب تحت، وفمان الله وبحفظ الكريم.